السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأموركم كلها على خير. رمضان مبارك سعيد، باش كتمنوا إن شاء الله بالصحة والسلامة والهنا وبطول العمر وبتحقيق جميع الأمنيات إن شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد، واللي غادي نقدم لكم كيك بكريمة اللي هي رائعة بزاف، بجوج بيضات بدون كريمة سائلة ولا كريم شونتي، بمكونات جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت، والمذاق ديالها كيجي رائع بزاف، وكيجي الكيك اسفنجي وخفيف اللي فيها مذاق الشوكولا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها وفرجة ممتعة.